عقب اعتماد التأشيرة السياحية لمواطني 49 دولة حول العالم، تتجه العديد من الأنظار نحو المواقع الأثرية والتراثية في المملكة، والتي تتميز بإرث تاريخي وقصص مختلفة. 26 من المواقع حالياً تتوفر فيها المراكز للزوار أنشأتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، إضافة إلى سهولة الوصول إليها وتعدد خدماتها، في مقدمتها مدائن صالح وآثار العلا، والتي تصنف على أنها الوجهة السعودية الأولى في مجال الآثار، لما تزخر به من مواقع أثرية أكسبتها شهرة على مستوى العالم. وعلى بعد كيلومترات تقع مدينة جدة التاريخية، التي حظيت باهتمام لافت منذ أن نزل بها المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله، وهي مدرجة في قائمة التراث العالمي التابعة لليونسكو منذ عام 2014. أما غرب مدينة تبوك فتبرز مغاير شعيب كأحد أهم المواقع في المملكة ومن أروع معالم البدع الأثرية. وفي منطقة نجران تشدنا الأخدود وجبال حما، التي تعد من المناطق الضاربة في أعماق التاريخ، حيث مرت عليها حضارات متعددة جعلتها من أهم المدن التي تزخر بالآثار والنقوش التاريخية. وفي المنطقة الوسطى فتأتي الدرعية التاريخية، أحد أهم وأبرز المعالم التراثية، لا سيما بعد تسجيلها في قائمة التراث العالمي التابعة لليونسكو عام 2010. وعلى مقربة منها تقع قرية الفاو، التي كانت مركزاً اقتصادياً وسياسياً وثقافياً في وسط الجزيرة العربية، وعاصمة لدولة كندا لأكثر من 5 قرون. وفي قرية رجال ألمع بمنطقة عسير، والتي تعد وجهة سياحية لكثير من زوار المنطقة، ينتصب نحو 60 مبنى من الحجارة الطبيعية والطين والأخشاب، والعديد من القصور ذات الطوابق المتعددة والمسمات بالحصول. ولن تنتهي الرحلة هنا، فكل منطقة في أرض التاريخ والحضارة تتميز بالعديد من المواقع التي تسحر الأنظار وتخطف القلوب، وتجعل من السياحة رحلة عبر العصور مليئة بالاكتشاف والمتعة والمعرفة.